السلام عليكم، حياكم الله في قناة الو كار، معاكم محمود فيصل. اليوم معنا طريقة ضبط الخدمة في سيارات اودي اي 8 من 2018 وانت طالع الشكل الجديد، وطريقة شحن البطارية لانه السيارة اللي كانت معنا بطاريتها تعبانة واضطرينا نشحنها، فحبيت اوريكم الطريقة. وبحب اشكر كل اشتركوا في القناة ودعمونا بضغط زر اللايك، واذا انت ما كنت مشترك يا ريت تشترك بالقناة وتدعمنا باللايك. وخلينا الحين مع الشرح، اهلا وسهلا في الجميع. هذا الاودي 8 عشان تشحنها لازم تركب الموجب هنا والماينس هنا، تمام. الحين هركب الموجب، وركب الماينس هنا، تمام. الحين بنقول بسم الله، نشغل السيارة. مثل ما انتم شايفين اشتغلت على طول. الحين بنوريكم كيف تعمل لها برمجة تنبيه الزيت. الحين مثل ما انتم شايفين السيارة شغالة، محرك شغال، كل شيء شغال فيها طبيعي. الحين بتضغط على زر الهوم، تمام. بعدين بتروح على كلمة كار، بعدين بتروح على سيتنجز اند سيرفيس، تنزل تحت. ممكن تشيك انت كمان الزيت تاعك اذا بحتاج تبديل ولا لا، بتضغط على اويل ليفل. طبعا لازم تكون سيارة لها فترة شغالة وواقف، يعني وقفت بعدها بيطلع لك. احنا اللي بهمنا السيرفيس، بنضغط عليها بطلع لك النكست سيرفيس متى والنكست انسبكشن، يعني الفحص الجاي متى. طبعا هم بيكونوا مع بعض، تمام. اذا انت مبدل زيت وفلتر وعملت الانسبكشن وخلصت كل شيء، تضغط على كلمة ريسيت اويل تشينج، تضغط عليها. هاي السيارة عاملة سيرفيس اوريدي، اذا سيارتك انت عملتها جديد حيكون مطلوب منك انك تعملها. حتضغط على اوكي بعد ما تضغط على ريسيت اويل تشينج، تضغط عليها بتضغط اوكي اوكي، بعدين خلاص السيارة ايش ترجع تنبهك بعد 15000 كيلو انه انت تعمل سيرفيس وانسبكشن مرة تانية. وهذا كان شرح اليوم، إذا استفدتوا يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة. أهلا وسهلا في الجميع.